السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سكاي لايت او سقف زجاجي. قال لي مثلا نيجي هنا، ده السمك بتاعه كام؟ ده السمك بتاعه 300 تقريبا. طيب هاجي هنا بقى في ليفل 2 واقول له انا عايز ارسم روف، والروف ده اعرف عليه السلوب، وابدا ارسم سطح الزجاجي بتاعي بالشكل دوت. تمام، واقول له ده الارتفاع بتاعه مثلا 300. اوكي، ظهر عندي بالشكل ده. طيب ممكن احول بقى الحاجات دي لجلاتنج بالشكل دوت، وبعد كده اجي هنا اقول له انا عايز اعرف الكيرتن جريد، وابدا اقول له مثلا بالشكل دوت. تمام، وتقدر بقى تعرف هنا اهوت، وبرده الناحيه الثانيه بالشكل دوت. تمام، وبعد كده ممكن اقول له انا عايز احوله المين بشكل ده اهو. اهو في 3D تظهر معايا بالشكل دوت، وتقدر برضو الحاجات دي كلها تحولها. بالشكل دوت، وتقدر تغير نوع الازاز دوت لاي نوع، كلنا في الازاز طيب، وتغير الماتيريال. وتقدر بعد كده السقف دوت تقول له edit، وتروح راسم الفتحات، تحس ان انت تعمل فتحة في الشكل من هنا لهنا مثلا اهوت، ويظهر عندي السقف الازاز بالشكل دوت.